إذا كان الكيان الصهيوني المحتل لم يبالي بقصف الأطفال والنساء أمام مرأى ومسمع من العالم، فماذا سيحدث بعدما انقطعت الرؤية والاتصال عن القطاع؟ هجوم بري بربري شامل شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل على قطاع غزة المحتلة. الآن لا شيء يرى في الأفق سوى ظلام دامس يتخلله ومضات القصف الإسرائيلي على المدنيين العزل، والعالم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. بدأ منذ قليل الهجوم البري والبحري والجوي على قطاع غزة، وعلى أنها منطقة معذولة عن العالم من قطاع الإنترنت والاتصالات بها. والأمم المتحدة تؤكد قطاع غزة سوف يتكبد وابل غير مسبوق من المآسي، حيث أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية أن القصف الإسرائيلي دمر جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي، وانقطع الاتصال والإنترنت بشكل كامل عن القطاع، تزامناً مع شن الاحتلال الإسرائيلي عدواناً شاملاً من 3 جبهات برية وجوية وبحرية. طيران الاحتلال الإسرائيلي شن في الساعة الأخيرة غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، تشترك معه المدفعية الإسرائيلية في الهجوم الذي ارتكز غالبيته على مناطق الشرقية في القطاع. وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أن السفن الحربية الإسرائيلية تشارك في القصف الحالي على قطاع غزة، والتقارير الإعلامية حتى الآن الغربية أكدت أن إسرائيل ستستخدم غاز الأعصاب خلال اجتياحها البري للقطاع. وأيضاً ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القصف الإسرائيلي الذي تتعرض له غزة الآن هو الأعنف منذ بدء العدوان على القطاع، حيث هدت أكثر من 10 انفجارات ضخمة تل أبيب وغرب مدينة القدس المحتلة، كما أن هناك مداهمات مركزة من قوات الاحتلال على الجزء الشرقي من شمال غزة. ويتركز الهجوم الإسرائيلي في مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جبالية وشرق الشجاعية وبيت لهية شمال القطاع، وأيضاً دير البلح جنوب القطاع. من جانبه أعلنت الأمم المتحدة أن قطاع غزة سوف يتكبد وابلاً غير مسبوق من المآسي بسبب إعلان الاحتلال الإسرائيلي بأن القصف الكبير الجاري الآن على غزة هو مرحلة جديدة في الحرب على القطاع وانتهاء حركة حماس. أيضاً صرح قناة فوكس نيوز الأمريكية بأن الهجوم على قطاع غزة الآن هو الأكثر جنوناً والأقوى منذ بداية الحرب. ويعاني قطاع غزة منذ 3 أسابيع بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر الجاري، والذي تزامن معه قطع إمدادات الكهرباء والوقود والمياه أيضاً، ما تسبب في شلل في الخدمات الصحية والمستشفيات وأيضاً الاتصالات. وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 7000 شهيداً حتى الآن. وكانت المقاومة الفلسطينية شنت عملية ضد مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر الجاري تحت شعار طوفان الأقصى، أسفرت عن مقتل حوالي 1300 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين. مشاهدينا، إلى هنا انتهت تغطيتنا الإخبارية، ولم ينتهي الحدث بعد. وإذا انقطعت كل أبواب اتصال غزة بأهل الأرض، فلن تنقطع أصوات دعاؤنا إلى رب السماء الذي لا نملك سواه. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.